حقق الجواد سموم ملك سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، المركز الأول في كأس نايس ناريسيري هاندكاب لسباق الخيل الذي أقيم في بريطانيا بمشاركة واسعة على مضمار رويال سكوت. وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن فوز الجواد سموم بالمركز الأول يعطينا الحافز الكبير لمواصلة المشاركات الخارجية التي تعكس المكانة المرموقة التي تمتاز بها المملكة في المشاركات الخارجية، ودائما ما تؤكد بأن رياضة سباق الخيل تسير على الطريق الصحيح في ظل الرعاية والدعم اللافت من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وأعرب سموه عن بالغ سروره بهذه النتيجة في أشهر السباقات التي تقام في بريطانيا، مشيرا سموه إلى أن فوز الجواد سموم بالمركز الأول دلالة على التميز الذي يمتلكه الحصان والمستوى اللافت الذي يمتاز به، مؤكدا سموه إلى أنه حرص على مشاركة الجواد في السباق لتأكيد المكانة العالية التي يمتاز بها سموم بقيادة الفارس المتألق لوك موريس، مشيدا سموه بالجهود البارزة التي قام بها المضمر جورج بيكام. وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن كأس نايتس ناريسيري هانديكاب يعتبر من أقوى البطولات التي تقام بشكل مستمر وتعكس المهارات والمستويات التي تمتلكها الجياد، مبينا سموه إلى أن هذه النتيجة تأتي ضمن سلسلة المشاركات الخارجية وستكون حافزا كبيرا لمواصلة المشاركة في الفترة القادمة، وخصوصا السباقات البريطانية التي تعتبر من أقوى وأعرق البطولات على مستوى العالم، مشيدا سموه بدور الجهاز الفني الذي بذل جهود كبيرة قبل وأثناء المشاركة.